لا انا تنكر النهارده. في حاجه انت عشان خدت جرأتين من سابي وقالت لك مش عارف البرج بتاعك كمال والحكايه والرؤيه. لا انسي الكلام ده بالطاسه على طول، ما عنديش الكلام ده. لا لا يعني حسن هون عليك ما اقدرش تلزق الطاسه في وشي. انا قلت في وشك انت بتقولي امال يعني هتديني في الطاسه؟ اديك الطاسه يعني انت تخبطي بالطاسه، انت شخصيتك قويه مش قايله سائله فصد الطاسه كده. لا انا هديك الطاسه وانت خبطها. عم اقعد لنا في حته عشان ما عنديش وقت. بس خلص بس ولا انا عندي وقت ليك اصلا. بص النهارده عاملين طبق جديد وحلو يعني، بس ايه طبعا في ناس كتير قابلوني بيسالوا على موضوع حلاوه المولد والفاصوليا وكده. لا استنى بقى، انا عايز اسال. امبارح ناس سالوني وانا قاعده في المسرح. في قراص الحلاوه بتبقى بيضه خالص، بيضه لونها ابيض وعليها الحمص. دي اللي هي إيه بيسموها العلفه. العلفه؟ ايه دي بقى بتتعمل ازاي العلفه دي؟ العلفه دي بتدوها للحيوانات. علف ايه؟ علف. بس ما رضيتش اقول علف هتقولي نفس القصه بتاعت الحيوانات. ما هي طبعا. ايه العلف ده بيتعمل ازاي؟ طب استنى بس نعمل ايه؟ طب استنى اقول لكم المقادير عشان اخلص منه. عشان ما يقعدش يوجع لي دماغي. حسن هيعمل لنا النهارده بطاطس بيوريه بالسبانخ واللحمه المفرومه. المقادير: بطاطس مهروسه، سبانخ، لحمه مفرومه، جبنه موتزاريلا، ملح، فلفل، شبت، بصل، زيت، فلفل حامي. انت عملت ايه بقى؟ بس احنا بنعصج اللحمه اهي. نبر حضرتك احنا بنعمل الاثنين في وقت واحد. تحب اساعدك ولا؟ حطينا السبانخ مع بصلايه وطماطم متقطعه وهندي للسبانخ معلقه كمون صغيره، شويه فلفل اسمر، سنه بهارات، شويه زعتر صغيرين، شويه ملح، وهنديها شويه شبت وبقدونس مفرومين، وتاخد شويه ثوم وفلفل حامي. انا هندي شويه فلفل حامي متقطع اهو، وندي شويه ثوم محترم. اوكي. ادبال حضرتك. مع السبانخ. بالنسبه لل اللحمه المفرومه شويه فلفل صغيرين حامي. الاول اتفضل. ما انا عماله ابص من الاول اقول يا ربي دي شوكولاتايه ولا ايه؟ من محل كمان جامد. طب فين العلبه؟ ايه ده؟ جيب لي واحده. اللي جات لي اديتها لك. حبيبي بيحرم نفسه. عشاني انت تجيلك علبتين من المحل ده. بس طبعا استنى المقبض. بلا علبتين بلا بتاع بقى يا اخي. استنى المقبض. استنى بس لا مش عايز نص كده. انت تجيلك علبتين بس استنى المقبض وربنا ييسر الحال كده. احنا وحياك ربنا على السنه الجديده. يا رب. يا مهون الحال يا رب. ربنا يكرمك. بص يا استاذه كده السبانخ بالنسبه لنا احنا ما بنسواهاش قوي، ان احنا طبعا قلنا السبانخ من الحاجات اللي فيها الايه القيمه الغذائيه بتاعتها حلوه كلها حديد. فاحنا من ايه يعني يا ريت لما نيجي نسوي السبانخ تبقى زي الملوخيه، يعني لازم تبقى فيها خضار كده. تمام. خد بال حضرتك. وبعدين ناخد شويه شبت مع شويه كزبره خضر نفرمهم. عشان استاذه هلا ما عندهاش وقت. بس متلخم. طب ما تقول لي العلف ده ايه؟ بصراحه اللي قراص دي انا ما جربتهاش قبل كده، بس هي طبعا بتبقى عباره عن زي بالظبط الحلاوه الطوفي والحاجات دي، بس بيدوها سكر زياده وتاخد جيلاتينه زياده بحيث ان القرص يبقى ماسك نفسه ويبقى لونه ابيض خالص. ابيض خالص ويتحط فيها وهي طريه كده. في بقى في منها بتحط سمسم ومكسرات. في منها بتحط فول سوداني، في منها بتحط حمص، في منها اللي هي الحمصيه. اللي هي الحمصيه. السنه دي بصراحه ما جربتهاش قبل كده يعني. طب ما تدرسها وتيجي تقولها لنا بكره يوم السبت. ممكن عندك اجازه خميس وجمعه عايزك تذاكر. حاضر اذاكر. اما بالنسبه بقى للناس اللي قابلوني وسالوني على المقادير اللي هي بتاعت الفوليه والسمسميه والحاجات دي كلها، احنا قلنا كذا مره ان احنا نحط كوبايه جلوكوز مع كوبايتين سكر مع نص ليمونه مع شويه فانيليا او ماء زهر زي ما بتحبي، ونسيبهم من لحد ما يعملوا السيرب اللي هو العسل الشربات اللي احنا بنعمله في البيت العادي. يتقل نص نص. ده للجوز هندي بس نص نص.
بالنسبه للسمسميه للفوليه للحمص يتقل. يعقد قوي مش قوي؟ برضه يعني لا يعقد اكتر من اللي هو بس يبقى تقيل واتقل من اللي هو بتاع الشربات البسبوسه والكنافه. تمام اتقل منه شويه. تمام لازم الفوليه والحاجات دي كلها تتحط وهو سخن، تتحط على على العسل ويتقلب، ونبدا ان احنا نغرفه بقى على ايه، على حاجه مدهونه زيت، ورق فويل، اي حاجه اللي هي ما يلزقش بالظبط كده. اللي يتعمل اعملي الشكل اللي انت عاوزاه، افرديها في صينيه وكون دهناها زيت وسيبيها تبرد شويه، بعدين طلعيها من الصينيه دي هتفك معاكي بسرعه عشان انت دهنه زيت من تحت. قطعيها بقى بالشكل اللي يعجبك، عاوزه تقطعيها بالطول مثلثات مدور زي ما انت عاوزه. طيب احنا دلوقتي هنعمل البوري بتاعنا، حطينا شويه زيت صغيرين ومعانا الثوم، ناخد شويه الثوم اهو. سيد خد صفي لي البتاع دي، صفي لي ده بال حضرتك. وادي البطاطس اللي هي مسلوقه حطيناها. فين الهراسه بتاعت ال بص ده انا عاوز الزيت ده، انا عاوزه ما ترموش يعني، الليمون بمعلقه احسن. شوف شوف التعاون، شوف شوف مساعدك، شوف التعاون. ايه ده ياك يطمر 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 في مين؟ فيك. ماشي يا ست، ربنا يبارك لك. مش هقول لك مش مشكل، لا يعني مش هتكلم، يعني انا مش هتكلم، يعني تقدر اللي انا بعمله معاك. لا في فرق ما بين يطمر ويتقدر. ما اعرفش انا عندي الاثنين واحد. صراحه يعني ماشي. في حاجه انا اتكلمت؟ طب انا ليه ليه بالحاجه اللي بيها اللي بيها، ما انا عارفك. شويه كريمه لباني. الحقني عصام يا ابني. بس بقى يا ابني ما انت قاعد من الصبح ما سمعناش صوتك. هو قال لي استني اما يدخل. حاجه غريبه والله العظيم. ايه ده؟ احنا حطينا لبن وكريمه لباني. ايوه على الثوم اللي كان معمول، على شبت وكزبره خضراء. كزبره خضراء ده بال حضرتك. انا اول مره اكل الفري بالشبت والكزبره الخضراء صراحه. شويه فلفل الوان. انت ايه هي سخنه سنينك يا سيد. انت ليه بتعملي كده؟ هو سيد عمل لك حاجه؟ ايوه مولع ال بتاع عشان يلسعني في ايدي، ما لازم اتبل عليكم. بلي زي ما انت عاوزه. هروح اعمل لكم محضر في القسم اهو. قسم في القسم. ايه بس خلاص روحي بقى شوفي انت بتعملي. بعد ده كله تقولي روحي شوفي انت بتعملي ايه؟ ما لازم طبعا. دي ما كانت الشوكولاته، خدها. لا لا وانا هديها لك الشوكولاته يا المحل اللي انا بحبه جدا. شوكولاته. هو فين المحل ده اللي نعم عارفه مكانه؟ طيب. في المهندسين وفي مصر الجديده وفي كله. ماشي يعني انت عارفاه كويس. مش هقدر اقول اسمه عشان ما تبقاش رعاية. تبقى تسكت. انا عارف، انا بضايقك بس مش اكتر من كده. بعد اذنك كده وانت واقف على الكاميرا بتاعتك ما بتعملش اي حاجه. لا لا خلاص خليك اصلا مزيجي. البطاطس الثانيه بقى نقول مقاديرها. اتفضل. بطاطس مهروسه برده مع كبده فراخ، كريمه لباني، جبنه موتزاريلا، ملح وفلفل شبت وبقدونس. بقدونس بقدونس. بص يا استاذ اللي هم دول. بص يا حاج. نعم احنا اهو نحط طبقه من البطاطس من البوريه. تعملها زي الصينيه. زي الصينيه. هناخد شويه. معانا ام عبد الرحمن. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا الله يخليك يا حبيبتي. الحمد لله بخير. حضرتك وشيك حسن ربنا يخليكم لبعض ودينا يا رب. يا رب يا حبيبتي. اللهم يا رب يخليك ويبارك على فعل الخير. معلش يا مدام انا ليا رجاء وطلب عند حضرتك. عناية اموري. انا طالبه مساعده، انا ظروف الماديه وكنت في جامعه وكروم فتيجي عليا. ده مش مشكله، المشكله عندي بنت بتجوزها. بس مساعدة البنت، أنا مش مشكلة في الظروف دي. فحضرتك بس في حد إن أنا أساعد يعني لجهاز البنت. في الجهاز. حاضر. ربنا يخليك. حاضر. ربنا يقدرنا إن شاء الله ويقدر فاعلين الخير إن هم يساعدوا في جهاز العرايس يا جماعة. يعني
ان انتوا سمعتوا الحاله بنفسكم، وان شاء الله ربنا يقدركم يا رب ويقدر جميع فاعلي الخير على انهم يساعدوا في جهاز العرايس. انت عملت ايه؟ عايزين حد يساعدنا انا وانت. مش احنا عرايس؟ ايه ايه ايه؟ ها؟ ولد. وبعدين بس احنا حطينا طبقه من ال ايوه من البوريه تحت، وحطينا طبقه من السبانخ، تمام، وفوقيها شويه لحمه مفرومه متعصجين اللي احنا عملناهم، وبعدين حطينا طبقه خفيفه قوي من الموزاريلا من البوريه، وبعدين حطينا تاني شويه موزاريلا على ال دي وجبه جنبيها طبق سلطه خضراء. وشكرا على كده، خدها شكرا، خدها مساك. بص بقى التانيه، احنا هناخد يا حلاوه افتكاساتك، هتطلعها زي كيكه زي الكب كيك. ايه ده ايه ده؟ تصدقي تصدق انت بدات اتبسط منك. مش عارف ليه ولا عارف. معانا ام محمد من الشرقيه. الو. اهلا، ازيك يا استاذه هاني؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله والله تمام. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا قلبي، ربنا يسعدك ويخليك يا رب. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله رب العالمين. من فضلك انا كنت بكلم حضرتك علشان خاطر الانسه اللي كانت معاكي دلوقتي. غاده. معلش يا نور. غاده. حاضر. انا عايزه اخد غاده لابني. الله اكبر. الله اكبر عليك. الله اكبر عليك. عايزه اخد غدا ليه؟ ايوه انا سامعه، بس انا فرحانه ويعني فرحانه بيكي وفرحانه بابنك وبحييكوا جدا جدا جدا. طيب حالا يا استاذ معتصم توصلت. ابنك بيشتغل ايه برضه عشان نطمن على بنتنا؟ ابني معاه معهد فني صنايع، شغال كنترول كهربائي، باور كنترول في السويدي. اللهم صل على النبي، ربنا يخليه لك ويحفظه. يعني شغال في العاشر من رمضان صح؟ شغال في العاشر من رمضان. ايوه. طيب يا حبيبتي حالا يا استاذ معتصم خدوا التليفون. بصي هقول لك على حاجه. اتفضلي اموري. انا شخصيا هجيب الشبكه لغاده. يا حبيبه قلبي ربنا يسعدك. والله العظيم. ربنا يسعدك يا استاذه، لأنه... ربنا يخليكي. على فكره يتيم احمد يتيم برضه. ربنا يخليكي لي. ربنا يخليك. احنا هنتواصل مع غاده ونقول لها، وان شاء الله جزاك الله كل خير انت وابنك يا رب، اجعله في ميزان حسناتكم يا رب. وانا هجيب الشبكه يا جماعه على قدي، بس هجيب الشبكه وهخلي حسن. انا موافق. انا وهو انا موافق نشترك في الشبكه ونجيب شبكه حلوه لغدغوده. تمام. انا موافق. اوكي تمام ان شاء الله. ونروح نصور الخطوبه او كاتب الكتاب، معرفش انتوا هتعملوا ايه الاول. نروح نبعت كاميرا من البرنامج وتصوركم، وتصور غاده وتصور عريس غاده، ولانه الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. وفي كمان متصل كريم متبرع ب5000 جنيه لغايه، بس هو مش عايز يقول اسمه. احنا بنشكرك جدا جدا، وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب يا رب، ويعوض عليك يا رب. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه بتاعت الشعب المصري دي يا جماعه؟ بجد يعني انا كل مادة ما بجد يا حسن والله يعني بحس اقسم بالله انه الشعب المصري ده كلنا اسره واحده. الشعب الوحيد اللي الحمد لله رب العالمين في رباط ليوم الدين. وان شاء الله هنفضل كده، واي حد اي ازمه والله بنقف جنب بعض، وحتى لو على قد الحال مفيش مشكله. مفيش يعني مشكله، بس المهم ان احنا نقف جنب بعض، نقف نبقى واقفين جنب بعض. تطالع واقف جنب واقفه جنبك. ايه الحلاوه اللي انت عاملها دي؟ تسلمي يا ام. بس احنا حطينا بعدين تخط تخش ايه ده؟ تخط بطاطا الدرج بيقع يا حسن. معلش انا عادي لما بفرح اخر الاسبوع هتدخلها الفرن. هندخلها الفرن. احنا حطينا طبعا احنا سالقين كبده الفراخ ومع القلوب والكلام ده، وحطينا البطاطس
ونديها جبنه موتزاريلا بعد ما حطينا الكبده على الوش. ممكن نقطع الكبده ونخليها في قلبها ما فيش مشكله زي ما انت عاوزه. يعني يا اما نفرم الكبده قوي ونخليها في نصها، مش نفرمها قوي يعني، يعني نخليها حتت صغننه نقطعها ونخليها في قلبها، يا اما نحطها بالشكل ده وهي بالشكل ده بتطلع حلو. يلا سيد اتفضل يا حاج سيد، اشرفها في الفرن يا سيد. دلوقتي بس احنا ايه دي الحاجات اللي باقي معانا احنا. وايه ده السجق ده؟ السجق ده احنا المفروض كنا نعمله نفس الفكره اللي احنا عملناها بتاعت البطاطس البوريه، بدل ما نحط اللحمه المفرومه ممكن نحط السجق ده ونحطه سليم زي ما هو، يعني بنشوحه ونحطه بالطول زي ما هو وننزل عليه بالسبانخ وتاخد طبقه البوريه بس بيبقى سبايسي شويه وياخد على الوش مع الجبنه الموزاريلا تبس رمان او شطه هوت صوص الحاجه اللي الواحد بيحبها. ماشي، فاحنا هنعمل شويه سجق دول كده. ايه معانا ايمان من الجيزه. الو الو ايوه مدام هاله، ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله انا حبيب. مبسوطه جدا جدا لاداء حضرتك، يعني بجد انا يعني بجد انا فخوره ان عندنا مدام هاله، يعني ربنا يسعدك، ربنا يخليك، متشكره، ربنا يا رب يسعدك ويخليك ولادك يا رب يا رب. وشكرنا طبعا الشيف حسن بجد على الحاجات الكتير اللي بيعملها لنا، ويا رب يجعل كل ده في ميزان حسناتكم يا رب يا رب. اللهم امين يا حبيبتي، اللهم امين، ربنا يخليكي. سلمي لنا على الشيف حسن بقى. سلام يا استاذه ايمان. ميرسي يا استاذه، ميرسي، شكرا شكرا. كلمه الحلوه حتى صدقه يا جماعه والله. ما تقولي لي طب انت كلمتين حلوين. لا وانا اجي على مين طيب؟ يعني افضل اقول لك انت كلام حلو وابطل اقول للناس؟ لا يعني انت تستحملني. طب حبه ما انا يعني بقول لك يا حسن، الحلقه اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت قلت جملتين انت والحاج مجدي الله يكرمه وما كملتوش. ما كملناش ليه؟ الوقت خلص. لا انتوا ما لحقتوش، دي على طول قمت قلبه الوش الثاني راح جه. ما اعرفش ايه اللي جرالك. ايه اللي جرالي؟ مش عارف، كنت زي الفرح والهنا والله. والنبي يا اخويا اقول لك ايه؟ كنت ورده مفتحها. ما اعرفش ايه اللي جرالي، يلا الحمد لله. الاغنيه ظروفها ايه؟ مين عارف؟ انت ايه مش محل الفرن دي؟ طب وانا مين اللي يسقيني لحد يوم؟ بص نزل لي دي تحت وهات لي ده الفرن ده اقوم ده جشع. نزل لي دي هات. اسكت يا معتصم، اسكت. اسكت يا اخوي، تخرجش على قلبي بصل. ان شاء الله والله ربنا يرزقنا باذن الله يا رب، ان شاء الله يرزقنا جميعا. شوف حسن ده غصب عنه، انا موافق، ده انا اروح له البيت احط ايدي واقعد اطلع المحفظه واخد اللي انا عايزاه. وام مصطفى موافقه لانها هتنصص معايا. نعم قلت ايه اصلا؟ ايه يا حسن؟ مش محافظ يا بابا عندنا، بتحط اي حاجه يعني؟ يعني بحاول تحطهم في كيس. مفيش، ما بلحقش احط حاجه في حاجه. انا على العائق بقى وانت راجع البيت. ايوه قولي انا هقف مع الاب مع الصراف. لا يا عم ربنا يعطيك ويعطينا، انت كل يوم بتقبض. ايه ده؟ مش عندك اللهم صل على النبي؟ ايه اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. قولي عندي ايه؟ واللهم صل على النبي. دي فرخه دي ولا ايه؟ لا على قلبك يعني. ماشي يا ست خلاص، طب انت شايفه كده خلاص مش هتكلم. تقعد تلم الايجار من هنا. ايوه والايجار من والعزبة هنا والعزبه دي والعطيان. انت عندك عطيان اغلى من القطيان، انت عندك ولاد اغلى من رب يبارك لي فيهم الدنيا كلها. رب يبارك لي فيهم ويشفي مصطفى بس يا رب يا رب، ويبارك لي في امي اهم حاجه يا رب ويخليها لك. امي دي هي اهم حاجه. بس انا مالي، ما تقول له عاوز ايه. عاوز ايه؟ هو مش سامعك. عاوز ايه بس؟ يعني انا اللي لازم اوصل له. عاوز ايه يا حاج مجدي؟ معانا هدى وقدامنا دقيقتين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الحمد لله، نحمد ربنا ونشكر فضله يا حبيبتي. لو سمحت بس عايزه حد يساعدني، انا مريضه عندي ورم في المخ وعندي كسور في القلب بتعالج منها، بس انا اتدينت في الاشعاعات والحاجات بتاعه الورم اللي في راسي دوت ب 6500 جنيه بس مش قادره ادفعهم، ومش عايزه حد يعرف ان انا بكلم حضرتك ارجوكي عشان انا عندي 5 بنات. ربنا يخليهم لك. حاضر هنتواصل معاكي، هنتواصل معاكي. حاضر ماشي، رقمي مع حضرتك يا مدام هالة. حاضر حاضر، صلي على النبي. حاضر
ربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب. خش على شويه السجق يا استاذ مجدي، خش على شويه السجق كده الله يبارك لك. ما هو داخل اهو يا ابني. انت عايز تتصور جنب السجق ولا ايه؟ صح. انت عصرت عليه ليمون. لا اديتها ليمونتين. وعلى جمالك شويه زيت بس. ايش كده مع نفسه كده هو السجق مع نفسه بقى. هات سيد الكبات الاولاني. حد هنلحق نشوف الكب كده؟ طلع خلاص، خلط. شوف يقولها بكل تماكه. طلع خلاص يا استاذه. انت شغاله مع اكبر جهاز مطبخ في القطر. صلى على النبي، الله اكبر. زقها يا ابني شويه جوه. انت عايز تزعق وانت حسب في ايه يا سيد رابي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي يا حلو يا حسوك انت يا حلو. ثانيه بص، ثانيه هنا يا سيد. تعالى تعالى هنا، تعالى هنا اديك من البنيه في وشك. ايوه كده اهو. بص بقى اتفضل عشان تعرف استاذ مجدي مصور لك حاجاتك ازاي. دي حاجات تتصور بس كمان. واهو حط لك ورده كمان عشان تبقى عارف. والبقاليل اهي، والبقاليل بص من تحت طالعه ازاي. خد بالك انت مش هتحط زعروره في اي حاجه. هحط زعرير. خلاص شكرا. لا بخلي الزعروره بقى نحطها في علبه الجاكيته بعد كده. حط الزعروره مش عايز اخش. خلاص ان شاء الله هنرويها تكمل بقيه الزعروره. في دقيقه ولا مفيش؟ انا بشكر شيف حسن حسن. اتفضل يا فندم. اتفضل اتفضل يا مجدي بدل ما يلسعني بالبتاع. صلى على النبي. الله بشكرك جدا يا حسن يا حسونة على الحاجات الجميلة اللي انت بتعملها لنا، وربنا يديك الصحة والعافية يا رب. وبشكر جميع العاملين معايا في الاستوديو، بشكر جميع العاملين معانا في الكنترول روم، بشكر جميع الاتصالات التليفونية اللي جات لنا بخصوص غادة. بشكركم جدا جدا وبقول لكم يا رب يجعلوا في ميزان حسناتكم يا رب. وبشكر مخرجنا المتميز الأستاذ مجدي كمال. بشكر كمان أسرة الإعداد جدا على مجهوداتهم معانا. بشكر بالأخص الأستاذ معتصم رئيس التحرير. وبشكر قناة الحياة، القناة رقم واحد في مصر، وإن شاء الله يا رب العالمين تبقى القناة رقم واحد في العالم العربي كله. وتحيا مصر.